دكتور منار غانم معانا على التليفون، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. يا دكتور بونجور على حضرتك. صباح الخير على حضرتك أستاذة نهاوندو، صباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وممكن أطلب طلب النهاردة؟ يعني خلي شرحنا يبقى بسيط شوية، لأن كذا حد كان دايما يقول لنا إحنا ما بنفهمش قوي الشرح بتاع المنحدرات والحاجات اللي زي كده، فأنا هطلب من حضرتك ردي على السؤال الخاص بدرجات الحرارة والارتفاع المستمر. هل يا دكتور ده مستمر معانا، وهل هو هيكمل الويكند ولا هيكون في لطف شوية وتحسن في الأحوال الجوية؟ لأن ده سؤال ناس كتيرة جدا بتسأله، خصوصا حضرتك عارفة بكرة الويكند فهيكون في ناس مسافرة ناس موجودة. اتفضلي يا دكتور. طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير. طبعا مواليد بدايه العام للسنين، احنا طبعا بنشهد ارتفاعات في درجات الحراره، يمكن بدات معانا الخميس الماضي ومكمله معانا على مدار هذا الاسبوع، ومتوقع ان هي تستمر معانا على مدار الاسبوع القادم. يعني لسه الارتفاعات اللي في درجات الحراره مكمله معانا الاسبوع اللي جاي كمان، لكن يمكن مع فتره الاجازه دي نحس ان درجات الحراره او احساسنا بدرجات الحراره اقل حده، لان هيبقى احنا اليوم عظمى على القاهره الكبرى 38 درجه مئويه درجة حرارة مقاسة في الظل، مع يوم الخميس والجمعة والسبت تكون 36 درجة مئوية، فبالتالي أقل درجتين هو انخفاض طفيف في درجات الحرارة، لكن أقل حدة طبعًا من اللي إحنا بنشهده خلال هذه الأيام أو مع بداية هذا الأسبوع، لكن في ارتفاع في نسب الرطوبة. ارتفاع نسب الرطوبة ده هو اللي بيخلينا نحس إن قيم درجات الحرارة كمان أعلى من اللي إحنا بنقولها بكتير. يعني إحنا لو متوقعين النهاردة عظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، احتسنا بيها نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة بس بتوصل ل 40 41 درجة مئوية، ده المحسوسة اللي المواطن يحسها. لو هو موجود تحت أشعة الشمس المباشرة أو موجود في الشارع يحس قيم درجات حرارة كمان أعلى من كده. فعشان كده بنقول هي الموجة دي مطولة معانا شوية وبقى لها فترة، وخاصة كمان مع هدوء سرعات الرياح اللي احنا ملاحظينه فترة النهار وفترة الليل نحس بنسب الرطوبة بشكل كبير، فبالتالي نحس بارتفاع درجات الحرارة. فلازم ناخد احتياطاتنا بالشكل الكبير عشان ما يتاثرش بموجه ارتفاع درجات الحراره وما يتاثرش بالشكل الكبير. واهم نصيحه لازم ناخدها هو تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره. بقدر الامكان ما اقفش تحت اشعه الشمس بشكل مباشر، لو اضطريت ابقى موجود في الشارع لازم يكون معايا غطاء للراس شمسيه او كاب. تمام. من اشعه الشمس المباشره، وحتى كمان بلاش مده طويله، يعني بلاش اقف بالساعتين والثلاثه تحت اشعه الشمس، ممكن تبقى فتره قصيره وبعدين تاني اخد بالراحه وبعدين ارجع تاني اقف تحت اشعه الشمس. طبعا لازم وانا واقف يبقى في غطاء للراس. أنا متفق مع حضرتك طبعا، وخصوصا إن في يعني كبار سن وأطفال ما بيلتزموش قوي بالنقطة دي وبيحصل مشاكل بعد كده. يعني احنا شفنا كيسز زي ده في الفترة أو الأسبوع تحديدا اللي فات، فنتمنى إن الناس فعلا تركز في النقطة حضرتك بتتكلمي فيها دي. كمان نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم، ده هيبقى شيء مهم جدا. نوعيه الملابس بقدر الامكان تكون ملابس قطنيه فضفاضه فاتحه اللون، ده هيساعد على عدم امتصاص اشعه الشمس بشكل كبير. ولو اقدر طبعا اكون موجود في اماكن جيده في التهويه، ده شيء مهم جدا يخليني احس ان نسب الرطوبه قل وما احسش بارتفاع درجات الحراره، ان احنا زي ما بنقول هو جو شديد الحراره فتره النهار في معظم انحاء الجمهوريه، فترات الليل كمان مع هدوء سرعات الرياح بدانا نحس بالجو الحر والخنقه فترات الليل، لان نسب الرطوبه بتبقى عاليه بشكل دي حقيقه فترات الليل. فلازم ناخد بالنا بالشكل الكبير. بالنسبه طبعا يعني حركه المرور، في شبوره مائيه بتتكون على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه بتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، فمهم جدا قائد المركبات والمسافرين على الطرق تكون القياده بهدوء تام فتره الصباح الباكر، وهي الشبوره المائيه بتتلاشى يعني تقريبا الساعه 7 8 صباحا مع شروق الشمس او مقطوع اشعه الشمس الشبوره المائيه بتتلاشى. انا كنت لسه عايزه اسال حضرتك على موضوع الشبوره، لان انا شخصيا شفتها وانا جايه الشغل تقريبا اول الاسبوع، تقريبا كان يوم الاحد كان في شبوره، وده كان غريب لان كانت موجوده في الشيخ زايد، يعني ما كانتش مثلا في منطقه قريبه من مسطحات مائيه، فما فهمتش يعني ده تفسيرها ايه برضه. هو احنا خلال الفتره دي عندنا ارتفاع في نسب الرطوبه بشكل كبير، احنا بنتاثر بمنخفض جوي موجود على البحر المتوسط اللي هو اسمه منخفض الهند الموسمي. الكتل وهي جايه على البحر المتوسط بتتحمل بكميات كبيره من بخار الميه، ففي ارتفاع في نسب الرطوبه في معظم محافظات الجمهوريه وخاصه المحافظات الشماليه. كمان عندنا مرتفع جوي الطبقات الجو العليا، ده بيعمل على حبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، فبيعمل تمركز للرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض. هدوء سرعات الرياح الموجوده معانا، كمان فترات الليل المتاخر بيكون في انخفاض طفيف في درجات الحراره طبعا عن بدايه فترات الليل. العوامل دي كلها بتساعد على تكثف الشبوره المائيه،
خصوصا ان احنا نسب الرطوبه فترات الليل بتوصل ل 95% على بعض المناطق من السواحل، القاهره الكبرى والمناطق الداخليه بتوصل ل 85%، فده بيؤدي لتكثف بخار الميه اللي موجود، وده طبعا بشوفه على هيئه الشبوره المائيه اللي احنا بنشوفها يعني خلال الايام الماضيه، ومتوقع تكون معانا خلال الايام المقبله ان شاء الله. كويس جدا، انا مشكورك على التغطيه الاكثر من رائعه كالعاده دكتور منار غانم، شكرا ليكي.